بإذن الله راح يكون معاي اليوم الدكتور القدير دكتور عادل الزايد، استشاري الطب النفسي ورئيس مركز علاج الإدمان في دولة الكويت، وهو أحد المراكز السباقة في علاج الإدمان في منطقة الخليج العربي. وسوف نتكلم أيضا عن موضوع الصحة النفسية والإدمان في زمن الكوفيد 19. أرحب فيك دكتور عادل. راح يكون بإذن الله هذا اللقاء عبارة عن 6 حلقات، كل حلقة عبارة عن سؤال وجواب. الحلقة الأولى والسؤال الأول دكتور عادل، إذا تقدر تحدثنا عن الأبعاد النفسية للتباعد الاجتماعي في زمن الكوفيد 19. خوش سؤال ومهم جدا، خاصة في المرحلة اللي احنا فيها الآن من الوباء مع امتداد يعني وجود المرض لما يقرب من 9 أشهر وزيادة. اليوم في الكويت بدأ المرض من 24 فبراير واحنا اليوم 15 نوفمبر، فاحنا نتكلم عن حدود 9 أشهر من المرض. يمكن في البداية كان في نوع من الإحساس بالوطنية وأن العملية وشون والترابط الاجتماعي وأن إحنا كلنا من أجل الكويت ونرغب في أن إحنا نتخطى هذا الوباء وبسرعة، وأبطال الصفوف الأولى ومن وزارة الصحة والداخلية كان عندنا هذا الشعور الوطني اتجاه العملية كلها، سواء ما تقدم الحكومة سواء ما يقدم الأفراد من عملية مساعدة للمجتمع ككل والأعمال التطوعية. ولذلك حتى يعني مجموعة كبيرة من الشباب انخرط في أعمال تطوعية كثيرة، من التعقيم إلى المساعدة في الجمعيات إلى، فكان هذا الشعور الوطني هو المتملك أو هو السائد على جو الوباء في الكويت. مع امتداد العملية ودخول إلى المراحل المختلفة من مواجهة هذا الوباء، وخاصة بعد عودة الأعمال وانفتاح الأسواق وكذا، فأوقات الفراغ الطويلة والإحساس بالأزمة إذا صح التعبير بدأ يخف، مع أن الحياة بدأت ترجع لصورتها شبه الطبيعية، فهذا أدى إلى نوع من الانتكاسة في تعامل الناس مع الوباء. أصبح في نوع من الملل، في نوع من السأم، خاصة أن فترة الصيف اللي اعتاد فيها المواطنين الكويتيين على أنهم يسافرون وبأعداد كبيرة كانوا موجودين في الكويت، ما في شيء زيادة ممكن يصير، معظم الأشياء مقفولة، كل هذا بدأ يخف، فبدأت الناس تدخل في مرحلة الملل، ليه متى وشلون، وبدأت تظهر صور التذمر. مثلا والله الكويت خذت قرار مغاير للقرار اللي خذتها الدولة ألف، فبالتالي على طول أن القرار المأخوذ في الكويت غلط والقرار المأخوذ هناك صح، مع أنه ماكو شيء اسمه الصح وغلط في الظروف هذه. عموماً بشكل عام يوم بدأ يخف هذا الإحساس بأن العملية وطنية إلى أصبحت مسؤولية ذاتية، أن أنا مطلوب مني أحمي نفسي وأحمي الناس اللي حوالين المحيطين، بدأ نوع من الإحساس بثقل كل الاحتياطات الصحية اللي مصاحبة لهذا المرض، بالأخص إن يعني كانت الناس، أنا أذكر في بداية المرض إن الناس تتكلم إن إحنا نبيها صفر على أساس إن رمضان جاي في نص 4 أو 5، فإن إحنا ندخل إلى رمضان وانتهى الوباء، وفي بعض الناس أطلقوا هذه الكلمة مو من جهات حكومية ولكن من بعض الناس اللي كانوا يحاولون إنهم يحللون أوضاع، إن مع دخول رمضان الماضي طبعاً إنه راح ينتهي كل شيء وخلاص والوباء منتهي وراح نصوم رمضان من غير هالشيء. فكان هذا الشعور، الإحساس الوطني، الإحساس الانتماء للمجتمع ورغبة العطاء شيء للمجتمع، بدأ يخف شوي شوي، ومع خفته
أيضا بدأت الإحساس بثقل كل المتطلبات الصحية اللي لازم نقدمها لحماية أنفسنا، أصبحنا نشوفها على أنها ثقل وعلى أنها حمل كبير علينا. جزء منها أيضا يدخل لحضرتك تفضلت فيه التباعد الاجتماعي، اللي كنا نتكلم بأن جزء من هذا التباعد الاجتماعي أن احنا نحرص على أهلنا وقربائنا الكبار في السن، أم أبو يد خال عم كبار في السن، فلازم أن احنا ندير بالنا عليهم ونخاف عليهم، بالتالي أن احنا لازم نقلل زياراتنا لهم ونشوفهم لا نروح لهم، فبدأ يصير في نوع من التثاقل. ولذلك أنا اليوم في هذه المرحلة من الوباء أقدر أقول بأن المسميات مهمة جدا، يعني يوم نقول التباعد الاجتماعي لازم نعرف أن كلمة التباعد الاجتماعي لها متتابعات نفسية تثير الإنسان وتثير كثير من العوامل اللي تخليه يتذمر من كلمة التباعد الاجتماعي، خاصة أن احنا ما نعرف إيش كثر راح ياخذ الوباء هذا، يتكلمون على منتصف 2021، يتكلمون على أول 2021، يتكلمون أحياناً سنتين قدام. فكلمة التباعد الاجتماعي كلمة لابد أن نحذر منها، كلمة غير صحيحة ولابد أن إحنا نتحاشى استخدامها. نحن لمواجهة هذا الوباء لا نحتاج إلى التباعد الاجتماعي، ولكن نحتاج إلى التباعد الجسدي، وهناك فرق بين الاثنين. لو وقفنا عند كلمة التباعد الاجتماعي وعند كلمة التباعد الجسدي راح نلقى أن في فرق كبير، وهذا الفرق مهم جدا في قضية دعم الجانب النفسي. يوم أقول تباعد اجتماعي معناته أن احنا ما نتشاوف، حياتنا الطبيعية لازم تتوقف ويحل محلها حياة بصورة أخرى مفروضة علينا بسبب الوباء. لكن يوم أنا أقول تباعد جسدي، هذا لا يتضمن توقف الحياة الاجتماعية إطلاقا. التباعد الجسدي يعني أن احنا نقدر نتلاقى، نقدر نتشاوف، ولكن باشتراطات شوية زيادة تجعل من التباعد من الزيارات الاجتماعية والتقارب الاجتماعي هذا تقارب آمن، وهو أن أنا أروح أزور أمي بس ما يخالف، أستطيع أن أعوض قبلة الرأس اللي أحطها على رأس والدتي بالكلام الحلو، كلام جميل، بعدم الاقتراب من أمي، ما في داعي أحضنها، ما في داعي أحط رأسي على حضنها، ما في داعي أحب رأسها. ولابد أن احنا نكون واثقين تماماً أن أمهاتنا ويداتنا وآباءنا ويداننا راح يقدرون هذا الشيء، بل بالعكس راح يثمنونه، لأن يعلمون الآن أن احنا عايزين نزورهم من الحب والوفاء، ولكن في نفس الوقت احنا خايفين عليهم. فإذا المسميات مهمة، لابد أن نحرص على المسميات الصح عشان المتتابعات النفسية تكون ماشية في الاتجاه الصح. فإحنا لا نستطيع نقول أن احنا محتاجين إلى التباعد الاجتماعي، مسمى خاطئ. احنا نحتاج حقيقة للتباعد الجسدي في كل شيء في حياتنا، حتى يوم أنا أطلع أروح الشغل، أنا غير مطلوب مني أني أتوقف عن أني أقول صبحك الله بالخير فلان أو شون شيختي فلانة، أبدا. إحنا نستطيع نقوم هذا ولكن من خلال التباعد الجسدي. ما يعني أني أنا ما أروح أعيش حياتي أحتاج شيء من السوق فما أروح أشتري، لا، أروح أشتري بالالتزام بالتباعد الجسدي. ما يعني أني أنا ما أطلع ويا زوجتي وعيالي في رحلة جميلة حلوة، بار بحر كل شيء، ولكن نحرص على التباعد الجسدي. هكذا إذن في هذه المرحلة من الوباء لابد أن نحرص على المسميات. يوم نحرص على المسميات راح تكون النتائج النفسية نتائج إيجابية. إذا أخطأنا في استخدام المسميات النتائج راح تكون سلبية. إذن التباعد الجسدي مسمى خاطئ، التباعد الاجتماعي مسمى خاطئ، التباعد الجسدي هو المسمى اللي احنا لازم نستخدمه، لأن التباعد الجسدي لا متطلبات والتباعد الاجتماعي لا متطلبات.
حماية أنفسنا لا نحتاج لها التباعد الاجتماعي، ولكن نحتاج لها التباعد الجسدي. أرحب فيك دكتور عادل مرة أخرى في الحلقة الثانية من الآثار النفسية في زمن الكوفيد. ذكرت في الحلقة الأولى عن موضوع المسميات والتباعد الاجتماعي، مسمى خاطئ، ولكن المسمى الصحيح هو التباعد الجسدي. الآن ما هي الآثار النفسية على كبار السن تحديداً والناتجة عن وقف التجمعات والزيارات العائلية والتواصل الجسدي، خصوصاً مع عدم إلمام العديدين بالتكنولوجيا الحديثة؟ هناك البعض يقول إن في هناك مخاطرة بالذهاب إلى بيت والدي أو والدتي، في خصوصاً في العاملين بالقطاع الصحي وغيره من الوظائف اللي خاطب بها الآخرين، وعدم إلمام أهلهم والكبار بالسن بالتكنولوجيا الحديثة في التواصل. فما هي التبعات النفسية والآثار النفسية على كبار السن؟ اليوم لو إحنا رحنا وسوينا دراسة سريعة، لا أتكلم الآن عن الإلمام بالثقافة الإلكترونية، رح أرجع لها، ولكن لو سوينا دراسة سريعة عن مدى المعلومات التي يمتلكها الناس كبار السن، نحن نعتقد بأنهم لا يمتلكون الثقافة الإلكترونية الكافية اللي ممكن تخليهم يمتلكون معلومة وثقافة حول هذا الوباء الموجود. هذا موضوع راح أرجع له، وأنا أعلم أنك تقصد مثلا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل ما بيننا من خلال فيديو كولز والأشياء هذه بدل الزيارة المباشرة، راح أخليها الجزء الآخر من إجابتي. ولكن لو إحنا سوينا ثقافة عامة حول الوباء، سنجد أن 90% من المجتمع بكافة أعماره يتشاركون في المعلومة، سواء أطفال، مراهقين، شباب، كبار في السن، كهول، كلنا عندنا القدر الكافي من المعلومة اللي يخلينا بقدر المسؤولية أو وفق هذه المعلومة نتحرك بشكل سليم ونتقبل سلوك الآخر في اتجاهه. اليوم يعني أنا اليوم مثلا كنت رايح أزور شخص كبير في السن، ويوم ما دخلت عليه وسلمت عليه، فهو يمد دينه وبعدين سحبها. قلت له فاسمح لي عمي احنا ما نسلم. قال مقدر مقدر، مع ان الريال في اوائل التسعينات من عمره وهو بروحه اللي سحب دينه. فاذا المعلومة موجودة عند اهالينا وهم مقدرين الاسباب اللي قد تستدعي عدم التواصل بالشكل اللي كان موجود سابقا، ومقدرين ان حتى لو حدث تواصل راح يحدث بصوره مغايره عما كان يحدث في الماضي. اليوم يوم نقول احنا لابد ان نحرص من التجمعات الاسريه الكبيره، اوافق تماما. في فرق ان احنا نتجمع في جمعه العائله اللي يكون فيها 30 40 شخص من أطفال وكبار وصغار، هذا راح يستدعي أن ما يكون في التباعد الجسدي المطلوب، راح يصير في تخالط كبير جدا وفرص انتقال المرض عالية جدا. لكن لو إحنا يعني طبعا خاصة إذا شملت هالتجمعات غدا أو عشاء، فلا بد أن إحنا راح نتخلى عن الكمام، راح نتخلى عن كثير من الاشتراطات الأخرى في عدم تبادل الأشياء بيننا. كل شيء، كل هذا راح يحدث لو كان هذا التجمع على غداء أو عشاء وأعداد كبيرة. ولكن لو إحنا وزعنا زياراتنا بين إن والله كل يعني أخ ولا أخت مع عيالهم يروحون يزورون أمهم في البيت ويقعدون هم وعيالهم مع الوالدة نص ساعة ساعة ويطلعون مع المحافظة على عدم
التقارب الجسدي ولبس الكمام وعدم حب الوالدة على رأسها، وإن إحنا ما نحتاج نكون على غداء أو عشاء عشان لا نفسخ الكمام، وكل الأشياء هذه فرص انتقال العدوى راح تقل. ما أقدر أقول في ظروف المرض اللي إحنا فيه، في مرض فيروسي مثل موجود سريع الانتشار أصبح مستوطن في مجتمعاتنا أيا كانت البلد، هو مستوطن في العالم كله الآن، ما عاد في دولة بؤرة وتوزع على العالم الآخر من خلال السفر وكذا، لا لا، هو الآن مستوطن في العالم. فإذا أنا ما أقدر أقول إن هناك وسيلة راح تمنع الشيء 100%، صعب، لكن راح تقلل الدرجة، تجعل الخطورة قليلة جدا لو احتفظنا بهالأشياء هذه. فإذا أنا أستطيع أن نقوم بأدوارنا الاجتماعية المطلوبة منا مع هذه الاشتراطات. متى ما سويناها بهالشكل هذا، هذا رح يكون محل تقدير واحترام وحب بل وسعادة عند كبار أهلنا من كبار السن، لأنهم رح يستشعرون حبنا لهم بشكل أكبر بكثير من الماضي، لأن اليوم احنا قاعدين نبذل مجهود اضافي عشان نروح، وهذا راح يكون مقدر من الاخرين. ومثل ما ذكرت لحضرتك والاخوان جميع المشاهدين، لان اهلنا كبار السن لا نعتقد ان ما عندهم معلومه، عندهم معلومه. الان النقطه الثانيه اللي حضرتك تفضلت فيها ان وسائل التواصل الاجتماعي او استخدام الوسائل الالكترونيه في التواصل، أعتقد أن مع الوضع الحالي من ارتفاع نسبة الوعي في استخدام وسائل الوقاية عند الالتقاء في أهلنا وبعضنا البعض، سواء كان كبار السن ولا لا، حتى لو بزور أختي الأصغر مني، هذه الأمور اليوم مع زيادة الوعي في استخدام الوسائل التي تحفظنا صحياً، حاجتنا إلى وسائل الإلكترونية للتواصل قد تكون أقل، ويمكننا ما زلنا نحتاجها. زين، في نقطة يعني يوماً في بداية الوباء نتكلم عن وسائل التواصل الإلكترونية كبديل للتواصل المباشر، وكان الواحد يقول كبار السن وكبار السن، قدراً بدون يعني تحديد معين، مو من خلال بحث أو كذا، ولكن هو حدثت قدراً، اكتشفت أن كثير من الآباء والأمهات والأجداد والجدات أصلاً كانوا يتواصلون مع أحفادهم وعيالهم الصغار إلكترونياً، خاصة كانوا يدرسون برا أو يعملون في الخارج في لأي سبب من الأسباب أو خلال السفر قبل كوفيد، قبل كوفيد بفترة. فإذا افتراضنا أن هناك أمية إلكترونية تعيق هذا التواصل، هذا افتراض خاطئ أو موجود في نسبة محدودة، وهذه النسبة قابلة للتدرب. فحتى في هذا الأمر هناك افتراضات إحنا فارضينها ليست بالضرورة أن تكون حقيقية 100%، ولو كانت موجودة عند بعض الناس ما نختلف، إلا أنها موجودة في الحد الأقل وليس في الحد الأكبر. فمرة أخرى اليوم إحنا لا نحتاج إلى كل هذا، إحنا بإمكاننا اليوم أن تعود صورة أو جزء كبير من هذا التواصل والبر والزيارات والتواصل ما بين أرحامنا، بشرط الالتزام بهذه الاشتراطات الصحية اللي هي غير صعبة وغير معقدة ونستخدمها في كثير من الأحوال. ما أحد كبار السن يعني قال لي دكتور أنا صراحة تعبني إن أنا مو قادر أروح المسجد، قلت له يا عم لا تروح أول الوقت، روح آخر الوقت، لابس كمامك، لابس تسوسك، سيادتك تحت باطك، وروح المسجد، اقعد آخر صف، مو إلا تصلي بأول صف. اليوم صحيح في خطورة لكن في حدود المسجد، ادخل آخر واحد، صل بعيد في الصف الأخير، صل
واطلع لا تقبل السلام على أحد إلا من بعيد. السلام عليكم، عليكم السلام. إذا أحد جرب منك قل له اسمح لي ما يخالف، يجرب، وإذا الأمور مشت حسيت أنك أنت مطمئن للوضع الصحي فيعني روح الصلاة. إذا حسيت أنه مو متناسب مع صحتك والمحافظة على صحتك الأولى أنك ما تروح. فبالفعل قمت أشوفه في صلاة الفجر، قمت أشوفه في صلاة الجمعة، ما هي الصلوات اللي في النص لأنه يكون الأعداد فيها أكثر، فشفته ومن بعيد وسلمت عليه فسلم عيونه. طبعا كان لابس كمام، وعلى فكرة كان لابس كمامين مو كمام واحد، ومن عيونه عرفت أنه ابتسم. فيمر يعني طلعنا من المسجد دقيت عليه تليفون فقال لي مشكور أنا مرتاح جدا حين صلاة الفجر وصلاة الجمعة يعطوني الزاد النفسي اللي أنا محتاجه. ففي بعض التغييرات ما نختلف، ولكن مع وجود الالتزامات نستطيع أن احنا ندعم نفسنا نفسيا دون الدخول في تعقيدات كثيرة. أرحب فيك دكتور عادل في الحلقة الثالثة والسؤال الثالث في الصحة النفسية والكوفيد. من منظور علمي وأكاديمي مختص واطلاع على الدراسات والمنشورات العلمية اللي موجودة الآن على الساحة، ما هي أكثر الاضطرابات النفسية تزايداً مع الوضع الوبائي العام في العالم؟ بس فرشة سريعة، أنا أدري إن إحنا أطباء نفسانيين ناكل رزقنا من وراء الحكي، عشان لا أطول عليك دكتور أنس، فأقول أنا إن منظمة الصحة العالمية في بداية الوباء في شهر 4 أصدرت تقرير وقالت إحنا نتوقع تسونامي من الأمراض النفسية بعد هذا الوباء. الوباء لم ينتهي، ولكن احنا اليوم بدينا نشوف التسونامي هذا من الأمراض النفسية، والأمراض النفسية هذه ليست متعلقة بمن أصيبوا بالكوفيد، وإن كان هؤلاء في متتابعات نفسية مختصة فيهم، لكن اليوم المتتابعات النفسية أبعد بكثير من مجرد الذين أصيبوا بالكوفيد. في كافة دول العالم في المجتمعات عامة هناك ارتفاع كبير جدا في نسبة اضطرابات الإصابة باضطرابات النوم. ليش؟ ما ندري. كنا نوعزها في من 3 أشهر 4 أشهر كنا نوعزها إلى الحجر الكلي والحجر الجزئي، وإن في عدم النشاط والحركة محدود بسبب الحجر، وجودنا داخل بيوت معظم الوقت، الأكل اللي تخربطت مواعيده وأنواعه، اعتمادنا كثير على الشاي والقهوة لأن احنا قاعدين، فكنا نوعز الاضطراب في النوم لهذه الأسباب. اليوم احنا مدركين ان هذه العوامل ليست هي العوامل الرئيسية، وإن كانت تلعب دور ما زلنا نعتقد أنها تلعب دور، ولكن نعتقد الوباء في حد ذاته أحدث لخبطة في النوم. شلون؟ ما ندري، ما في إجابة عندي على السؤال هذا، لكن اضطراب النوم، اضطرابات النوم هي الاضطرابات رقم واحد المتعلق المصاحبة لهذه الفترة. اثنين، بعد اضطرابات النوم تأتي المشاعر الاكتئابية والاكتئاب، المشاعر الوسواسية القهرية والوسواس القهري. وأنا دقيق في أني أقول عندنا مشاعر اكتئابية وعندنا مرض اكتئاب، ليس كل من يعاني من مشاعر اكتئابية هو مصاب بالاكتئاب، وليس كل من يعاني من مشاعر وسواسية قهرية هو مصاب بالوسواس القهري. وكذلك يأتي في المرتبة الرابعة القلق، مشاعر القلقية واضطراب القلق العام. هذه الأشياء اللي أكثر شيوعاً، ولكن هناك حالات خاصة، بمعنى أن اللي عنده قابلية مرضية من الأمراض النفسية في اتجاه مرض معين هذا المرض راح يزداد أو فرص انتكاسته أعلى من ما قبل الوباء. فهذا بشكل عام، اضطرابات النوم، الاكتئاب،
الوسواس القهري والقلق العام. إحنا نصيحتنا الكبرى الله يخليكم لا تذهبون للعلاجات المتوفرة على الأرفف أو في الصيدليات اللي ما تحتاج وصفة أو تقدر تأخذها بسهولة لحل هذه المشاكل، خاصة قضية اضطراب النوم. أنا آسف أني أستخدم المسميات التجارية، ولكن أصبح هناك إقبال كبير أو استخدام خاطئ كبير، ما بسميه إقبال لأن الإقبال يحمل معنى إيجابي وهي القضية مو إيجابية كلش، ولكن أصبح في استخدام غير دقيق أو غير صحيح بشكل كبير لأحد العقارات المشهورة، هو يعني بانادول نايت، لمحاولة الاستفادة من هذا المركب ليساعدني على النوم. وأصبح في سوء استخدام لهذا العقار لهذا السبب، هذا العقار ليس موجود لهذا الاستخدام. أيضا حتى اللجوء إلى عقار مثل لاريكا أصبح في خطأ في الاستخدام نتيجة هذا التوجه. أنا ما أقول أن هذه الأدوية مزينة، لكن إذا استخدمت بشكلها الصحيح هي ممتازة، ويحتاجها المريض الذي يعاني من بعض الاضطرابات المعينة، وليس النوم أبدا ليس من اختصاصها النوم، لعلاج يعني تستخدم لعلاجات معينة، وإذا استخدمت صح فهي علاجات ممتازة. سوء استخدامها هو القضية اللي فيه إشكالية. فأرجوكم لا حد يذهب إلى هذه المستحضرات الطبية يحاول أن يساعد نفسه. وصفة أم محمد، وصفة أبو خالد ما تصلح. اللي يستطيع أن يساعدك بأمان هو الطبيب النفسي. اليوم كثير من المصابين بالكوفيد يصير عندهم اضطراب في النوم لفترة طويلة قبل لا يتم تشخيصهم بالكوفيد، لأن الإصابة ب الكوفيد 19 أو الكورونا سارس 2 هذا الفيروس يسبب اضطراب في النوم. تقارير الأكثر حداثة تقول أن الكوفيد 19 بعد الإصابة فيه، أو الوباء هذا بعد الإصابة فيه، المرض هذا بعد الإصابة فيه، خلال 90 يوم الذين يتبعون الإصابة بعد ما أشفى من المرض، 90 يوم اللي تلي التشافي من المرض تحمل فرصة عالية من حدوث أمراض نفسية، خاصة اضطراب النوم والاكتئاب والقلق. دكتور عادل، في الحلقة الرابعة نريد الحديث عن مرضى الإدمان والكوفيد 19، الإجراءات الاحترازية لمنع انتكاسه، خصوصا نحن نعلم أن الإدمان يعتبر من أحد أمراض العصر، خاصة في فئة الشباب وغيرها من الفئات الأخرى، كمرض إدمان، وكونكم متخصصين في هذا المجال في أحد المراكز المشاة فيها في دولة الكويت، الإجراءات الاحترازية والطبية وأيضاً النفسية لمنع انتكاس هؤلاء المرضى. الشيء اللي لابد أن أذكره بشيء من الإشادة، بأن خلال ذروة المرض الأولى في بداية المرض وبداية انتشاره في المجتمع الكويتي، وجود الاحترازات الصحية العالية اللي صاحبها احترازات أمنية، لأن أصبح القضية قضية أمن وطني وليست مجرد مرض أنا أحتاج أن أحمي الناس منه، فأصبح في احترازات أمنية واحترازات صحية مصاحبين لبعضهم يدعمون بعضهم. في هذه الفترة الحاسمة إحنا شفنا شعور وطني عالي جدا 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 عند المرضى، خاصة من مستخدمي البرامج التأهيلية عندنا في المركز، بل كان في انخفاض كبير جدا بنسبة الانتكاسة.
إحنا خيرناهم ما بين العودة لمنازلهم أو الالتزام بوجودهم داخل المنزل منتصف الطريق خاصة، وإنه رح يطبق عليه إذا قعد عندنا في منزل منتصف الطريق رح يطبق عليه قواعد الحذر الكامل مثل ما هي في المجتمع، ما في أي استثناءات لهم كونهم داخل المستشفى ولا شيء، رح يقعد حاضر كامل داخل المركز. وتقبلوا هذا أقل من 1% اللي قالك أرجع لبيتنا، قالوا لا راح نقعد في المركز راح نحافظ على تعافينا، وبالفعل كانت نسبة الإصابة الانتكاسة قليلة جدا، وانعكس هذا بأن مركز علاج الإدمان كان من أقل المراكز والمستشفيات في دولة الكويت اللي كان فيها إصابة بمرضى، لأن كان هناك هذا مثل ما ذكرنا في الحلقة الأولى أن الحس الوطني كان عالي جدا، وهؤلاء أبنائنا وإخواننا اللي عندهم مرض الإدمان لا يقلون عن بقية المجتمع كون عندهم هذا المرض في حرصهم على بلدهم وديرتهم. عندهم مشكلة، والمشكلة هذه أحيانا تدفعهم إلى بعض الأفعال الخاطئة التي قد تضر بالمجتمع، ولكن بشكل عام هم أبناء هذا المجتمع، أبناء هذه البيئة، عندهم حب لهذا البلد، عندهم حب لهذا المجتمع. فالحس الوطني هذا اشتغل، كان أقوى بكثير من المرض والانتكاسة. مرة أخرى نفس المجتمع في الكويت يوم بدأ يخف الإحساس بالمرض الوباء، وإن الجانب أو العامل الوطني هذا بدأ يخف والإحساس فيه بدأ يخف في مواجهة الكوفيد، أيضا عند هؤلاء الشباب انخفض هذه الدافعية الوطنية لحماية أنفسهم من المرض، فصار عندنا عودة إلى معدلنا الطبيعي من الانتكاسة. كانت الأمور ماشية أوكي، يعني الحمد لله طبيعية. حدث عندنا حدث استثنائي نتيجة الحظر اللي صار في العالم كله الآن وليس الكويت، اللي أثر على الاستيراد، أثر على التبادلات التجارية والعلمية. فحدث عندنا أن عقار مهم جدا في دعم مرضى المتعافين من الهيروين على وجه التحديد، إن صار عندنا هذا العلاج توقف لفترة أسبوعين أو 3 أسابيع. خلال الأسبوعين هذيلا أو 3 حدثت عندنا انتكاسات عديدة. المهم أن يوم توفر بفضل، يعني أنا أشكر المسؤولين في وزارة الصحة ابتداء من معالي وزير الصحة إلى كافة المسؤولين اللي كان لهم دور في عودة هذا العلاج لنا في الكويت، انقطع حوالي 2 أسبوع. فبعد ما عاد العلاج مرة ثانية بالنسبة لمرضى الهيروين، وجدنا هذه القابلية الأخرى وبسهولة بدون ضغوط، أن إحنا أخطأنا وإحنا أدركنا الآن أخطأنا وإحنا نبي نرجع مرة ثانية إلى التعافي. الجميل أو اللي يمكن الأشياء اللي إحنا ما كنا متصورينها، إن هؤلاء اللي انتكسوا بعضهم ممكن لهم حوالي نسبة 40% منهم اللي انتكسوا نتيجة توقف العلاج، ياي 40% من اللي انتكسوا جايين يقولون إحنا نبي نرجع للعملية التعافي بس أبي أيرب من غير العلاج، أنا الآن أدركت أخطائي فودي أجرب وأنا معاكم في البرامج وجريب منكم وأنتوا جريبين مني، إذا حسيت أني أحتاج إلى دعم إضافي راح أرجع لكم. فبالفعل في مشاعر جديدة أحدثها هذا الوباء، أحدثها وجود هذا الضغط المجتمع الكبير الموجود. أنا كل ما يعني أحاول بقدر الاستطاعة أن أصل للناس اللي كانوا موجودين في عملية علاج الإدمان خلال فترة الغزو العراقي للكويت، أبي أوصل إلى نقطة هل الضغطين هذيلا أدوا إلى نفس هذه المشاعر العالية جدا في
محاولة أني أعتمد على نفسي وأن الانتكاسات ما تكون بالشكل الكبير اللي كنا متوقعينه ولا لا؟ لأن بالفعل أنا وقتها ما كنت موجود في المركز، كنت ما زلت طالب في كلية الطب في وقت الغزو العراقي، فمو قادر ألقى من أستطيع أن أقارن معاه ما بين الوضعين. وفي عوامل أخرى قد لا تجعل من إمكانية عمل بحث علمي دقيق في هذه المقارنة، ولكن الواضح عندنا اليوم أن بالفعل في عوامل نفسية، وجود هذا الضغط النفسي العالي داخل المجتمع أدى إلى ارتفاع هذا الشعور النفسي اللي مقلل عملية الانتكاسة. لكن في انتكاسات وفي عندنا مشاكل متعلقة بالإدمان تخص الكوفيد بشكل عام، ليست بالصورة اللي ممكن الواحد كان يكتبها لو هذا مقال يعني في اختبارات التعبير، ما أدري الحين أعتقد لغوها مادة التعبير من المدارس، ما أدري. فلو يعني لو مادة إنشائية أنا بكتبها راح أقول إن راح الكل ينتكس، هذا ما حدث. في نسبة انتكست، وحتى الناس اللي انتكسوا في نسبة منهم ليست قليلة عنده استفاد من هذه الانتكاسة بشكل إيجابي لخطوة للأمام عندما قرر العودة للتعافي. دكتور عادل، في الحلقة الخامسة راح نتكلم عن جانب آخر في موضوع طب النفس، وهو الإصرار على إنكار وجود المرض من البعض رغم الشواهد الواضحة، والإصرار أيضاً على نصح الآخرين بعدم إرشادات عدم اتباع إرشادات المؤسسات الصحية والاقتناع بنظرية المؤامرة. الكثير ينشر المعلومات المغلوطة بناء على اعتقادات ما أدري منين جايبينها، ويحاربون في وسائل التواصل الاجتماعي للأمانة يعني جميع الاحترازات الصحية والعلاج المتوفر إلى ما غير ذلك. هل هناك تفسير نفسي اجتماعي سلوكي لمن يتبنى هذه الأفكار يروج لها وينشرها في عند أفراد المجتمع وفي وسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا النوع من الناس هو معروف من زمان، يعني حتى في مسمى مشهور جدا يقول لك تاجر حرب. شنو تاجر الحرب؟ تاجر الحرب هذا شخص ما يتاجر بالأسلحة في وقت الحروب، وإنما يتاجر بعواطف الناس واحتياجاتهم، سواء بسلع معينة أو باكتساب مساحة من الانتشار في المجتمع. إحنا في مواجهتنا للكوفيد إحنا في حرب، فطالما في صورة من صور الحروب راح يكون في تجار الحروب موجودين. أنا لا أرى أن هذه الفئة من الناس تختلف عن فئة تجار الحروب اللي كانوا موجودين في الماضي. الفرق أن هذيل أصبح عندهم أدوات أكثر، مثل ما حضرتك تفضل، اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبحت تستخدم بصورة أو بأخرى لتحقيق هذا الانتشار. في من حوالي كم والله يمكن 30-35 سنة الحين، ما بي يعني أكبر نفسي أكثر، ولكن من فترة من بهذا العمر اشتركت في دورة إعلامية صحفية، كيف تصبح صحفيا. فقيل في هذه الدورة جملة تتكرر وايد، يقول لك أنك أنت تقول أن الكلب عزك الله عض رجل مو خبر، ليست قضية يعني كلب عض رجل، كل يوم في كلاب تعض رجل، لكن لو قلت رجل عض كلب عزك الله فهذا هو الخبر. لأن يوم أنا أي أقرأ كلب رجل عض كلب قضية يعني، فبنتبه وبقرأ. فحتى صاحب اللي أعطانا الدورة قال أن في مرة كتبوا انقلاب عسكري في اليمن، فيقول الناس اختبت كلام قديم.
فيقول اختبوا وكذا واشتروا الجريدة اللي حط الخبر. بعدين شنو طلع؟ انه كان في عرض عسكري، وان في عسكري راكب على حصان ونتيجة الشمس كذا وداح وداخ وانقلب طاح من فوق الخيل. زين، فصيغ الخبر بهذه الصورة: انقلاب عسكري في اليمن. هو انقلاب، اي نعم، انقلب من فوق الخيل وطاح في الأرض وعسكري وفي اليمن، لكن ليس بالصورة اللي هو عرضها فيه. فإذا هذا العرض هو اللي خلى الناس تنتبه. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت هذا التوجه، أن أنا أبي أحتاج أشوف ردود الفعل علي، إيش كثر واحد شاهد الشيء اللي أنا بثيته، كم لايك، كم تعليق، كم مرة سووا له شير، سواء شير مباشر داخل نفس حلقة التواصل الاجتماعي، ولا أخذ هذا الفيديو أو هذا الخبر وتم إيصاله عن طريق وسائل أخرى مثل الواتساب ولا بالفيسبوك، أو من الانستغرام ودوا الفيسبوك، أو من الفيسبوك يابوا الانستغرام، أو من الفيسبوك أو الانستغرام ويابوا الواتساب أو تويتر أو يعني. فأصبح هناك رغبة في أني أنا أشوف عدد أكبر من الشيرز هذيلة واللايكس والكومنت، وأحتاج أشوف عدد أكبر من متابعين دخلوا علينا نتيجة الشيء اللي أنا قاعد أضيفه. هذا دفع الناس إلى أنها تستخدم قضية رجل عض كلب بشكل أكبر كبير جدا. يعني لو أنا أطلع اليوم وأقول لازم نلبس الكمام، لازم نلبس الكمام، عارفينها مو خبر. لكن لو أطلع أنا أي أقول إن في بحث جديد أو في خبر جديد وكذا، إن في مؤامرة، لأن والله يعني منو، خلنا نستخدم أي اسم كذي يعني، واليوم الاسم الآفل اللي في انحدار مثلا ترامب، فأي أقول والله إن هذه الرغبة في إن عشان استخدام الماسكس أو الكمامات، لأن الشركة الرئيسية اللي توزع أكبر قدر من الكمامات ترى تتبع ترامب، هذا خبر رح يلفت نظر الناس، فرح يجون الناس أكثر، لأن اللي قاعد يبيع هذا الخبر هو لا يختلف عن تاجر الحرب اللي احنا تكلمنا عنه، تجار الحروب اللي تكلمنا عنه. وسائل تختلف، الإمكان، الرغبة أو طرق تحقيق التجارة مختلفة، ولكن الهدف واحد، هو تحقيق مكاسب سريعة اعتماداً على عواطف الناس. القضية ليست في هؤلاء، لأن هذيلا موجودين في كل زمن، في كل عصر، في كل مواجهة راح تحدث، سواء إنسان مع إنسان أو إنسان مع شيء آخر. عشان أقول لك إنه يعني مثلا أرجع إلى غزو العراقي للكويت، في خلال الأسبوع الأول من الغزو أنا وقعت فريسة لهالشيء هذا. اتصل علي أحد بالتلفون، ما كان في موبايلات ذاك الوقت، على تلفون البيت، كان يقول لي ألو، من غير ما تقول اسمي، من صوتي عرفني بهالطريقة هذه. قلت له ها والله، قال أنا عطاني علامة عشان أعرفه أهو. قلت له نعم نعم عرفتك. كان يقول الدبدبة غيم ومطر، ولا لا عفوا، الدبدبة 120 كيلو متر ولندن غيم ومطر. سكر التليفون، ياه شو السالفة، شنو القضية، الدبدبة 120 كيلو متر ولندن باكر غيم ومطر. فدقيت على أحد الأقرباء، لا علاقة بالرادارات وكذا، كوظيفة كعمل يعني، فقلت له فلان ترى في أحد دق علي وقال لي الدبدبة 120 كيلومتر ولندن غيم ومطر. قال إيه نعم، وصلني كلام هذا، ولا تستخدمونه وخلاص. وزادني يعني لخبطة، رحت المسجد ولا الأهل المسجد كلهم يتكلمون الدبدبة 120 كيلومتر ولندن غيم ومطر. وفسرت أن 120 كيلومتر هذا معناتها الجيش الجمهوري العراقي على بعد 120 كيلومتر وداش الكويت خلصنا، ولندن غيم ومطر أن الغازات راح يضربونا بالغازات الكيماوية، فراح يصير يعني غيم ومطر، أو تدليل عليه يعني. فلا اي نعم، دخل الجيش الجمهوري بعد ذلك على المناطق اللي هي كانت ارض معركه،
والحمد لله لم يتم استخدام الكيماويات، ولكن هذا الخبر انتشر بشكل كبير جدا، أثر على الناس كذا. أنا متأكد، أنا ما أدري إذا عرفه من صاحب المصدر الرئيسي، ولكن أنا اليوم أتخيل تاجر الحرب هذا كيف استمتع بأن إشاعته أو كلمته اللي قالها انتشرت بهذا الشكل. فهذه نوعية محدودة من الناس. الخطر ليس في هؤلاء، الخطر فينا إحنا أن نقع فريسة لهذه الأخبار ويتم إذاعتها، مثل قضية الحين الفاكسين هذا يخليه كأنك أريل ماشي وإشارات تطلع منك ويلحقونك وين ما تروح، وهالأمور هذه راح يغيرون الـ RNA مالك ويخلونك تصير حيوان وما أدري شنو وكذا وانت رايح. فهذه الأخبار هي التي تنتشر، لذلك راح يكون في تاجر حرب راح ينشرها. ليست هذه الخطورة، هذيل الناس محدودين وممكن بسهولة معرفتهم والتعامل معهم. الخطورة عندنا إحنا أن نقع فريسة لهذه الأخبار، ونقع فريسة نتيجة متلازمة نفسية مهمة جدا، وهي الشعور بالضعف والملل. لابد أن نكسر حدود الملل والضعف عشان لا نقع فريسة لهذه الأخبار والإشاعات، ولا نكون ضحية من ضحايا تجار الحروب. دكتور عادل، في الحلقة السادسة والأخيرة من هذه السلسلة الجميلة والكلام الرائع الذي ذكر في الحلقات السابقة، نصيحة أخيرة توجهها للمتابعين في هذا الشأن. أكبر وأهم شيء يا جماعة الخير، إحنا نحتاج أن نعرف ما نحتاج أن نعرفه. المعلومة التي لن تعود علي بالنفع في هذا الوقت وفي متعلقة بهذا الوباء ليس منها فائدة، سواء صحيحة أو غير صحيحة. بمعنى أنا اليوم محتاج أعرف كيف أقي نفسي، أنا اليوم محتاج أن أعرف ما هي الوسائل اللي راح نحصل فيها على الفاكسين هذا. هذا حقي أني أنا أعرفه، من حقي أعرف ما هي الآثار الجانبية المترتبة الصحيحة والعلمية والمصادرها الصحيحة المترتبة على هذا الباكسين. ما فوق هذا أنا لست بحاجة لمعرفته، ولست بحاجة أن أبحث إذا كان صحيح أو خطأ. يعني اليوم ما هي حاجتي والفائدة التي سأجنيها من أني أعرف أن هذا الوباء كان مؤامرة ولا هو وباء حدث مثل ما تحدث الأوبئة من عهد آدم عليه السلام؟ شنو راح تفرق معي إذا الحين احنا عرفنا أنه كان مؤامرة وأن دولة من الدول استخدمت هذا الوباء أو هذا الفيروس كوسيلة لقتل العالم وإحداث هذه المشكلة؟ مش راح أستفيد، لن أستفيد شيء، لأن هذه المعرفة لن تحميني من شيء. الوباء اليوم مستوطن في العالم كله، وهذا يذكرني، أعتقد اسم الرواية إذا ماني غلطان إنفيرنو، هذا يعني الكلام هذا ايش راح يفيدني؟ لن يفيدني في شيء، لن يفيدني في توقيف الوباء. لو كان يفيد في توقيف الوباء ان احنا نقف كدول عالم صف واحد في مواجهة الدولة هذه ماشي، لكن اليوم الوباء انتشر خارج حدود اي دولة واي مواجهة لن تفيد. اليوم الذي يفيد هو الالتزام بالاشتراطات الصحية، التباعد الجسدي، الوقاية من خلال يعني توفر الباكسين إن شاء الله قريبا، وإذا انصبت شنو الخطوات اللي علي لازم أسويها، المخالطين لي شنو الاشتراطات اللي علي لازم أسويها، لأن اليوم ما فينا أحد
مو معرض للإصابة، فلازم أعرف شنو احتياجاتي إذا أصبت وإذا كنت مقالب، وشنو احتياجاتي اللي لازم أسويه اليوم وأنا الحمد لله لم أصاب. ولازم نعرف أن أيضاً أن المرض قابل للعودة، فإذا أنا أحتاج أتعلم الاشتراطات اللي تحميني من العودة للمرض. هذا اليوم هذه المعلومة النافعة لي، دون ذلك هي معلومات غير نافعة، صحيحة كانت أو خاطئة. والله أن بيحطون شيب في الفاكسين عشان ما يعني، أنا لست مختص في هذه الجوانب، ولكن القضية يعني تبدو كأنها إخراج فيلم ساينس فيكشن ومو مضبوط، يعني فيلم تلفزيوني حتى مو سينمائي. فلكن حتى لو كان صحيح هي معلومة لن تفي. اليوم أنا لازم أعرف أن أنا بحاجة إلى هذا الفاكسين، سواء عاد في تشيب ولا ما في تشيب ما أدري. أنا أحتاج أن أنا أعرف اليوم أن إحنا العالم يحتاج إلى هذا الفاكسين. فإذا هذه المعلومة اللي إحنا نحتاج أن إحنا نعرف، هذه المعلومات اللي إحنا نحتاج نعرفها، كيف نحمي أنفسنا في هذا الوباء. هذه المعلومات مفيدة راح تدفعني إلى سلوكيات مفيدة لنفسي. المعلومات غير ذلك هي معلومات غير مفيدة راح تدفعني إلى سلوكيات غير صحيحة. هذا ما نحتاج إن إحنا نعرفه. بس غير ذلك لا تزعج نفسك فيه، لأن إزعاج نفسك فيه راح يقودك إلى دوائر من القلق والشك والحيرة اللي قد تدمرك أكثر من المرض نفسه. وعسى الله يحفظ الجميع. نعم، إذن الالتزام بالاستماع إلى الاشتراطات الصحية والالتزام فيها واستقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة ممثلة بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، هي صمام الأمان الذي نعول عليه جميعا. يحفظ الله الجميع من كل مكروه. شاكر لك دكتور عادل هذا اللقاء، وإلى سلسلة أخرى بإذن الله.